بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے چھٹے روزے کے ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھیں. نماز فجر کے بعد سورہ آل عمران کی یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نماز ظہر کے بعد رزق کے لیے 17 مرتبہ یہ پڑھیں. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. نماز عصر کے بعد 17 مرتبہ یہ آیت پڑھیں. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نماز مغرب کے بعد 25 مرتبہ آية الكرسي پڑھیں. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. نماز عشاء کے بعد 50 مرتبہ یہ پڑھیں. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين.